في شيء ابغى بس اقوله، انا مسؤول عن كلامي. بعد الانسحاب شركه صله بكل المواقف اللي صارت للمنقبات، انا طلب مني من عبد الله زارع ان المنقبات لا وجود لهم في ارض الميدان. ولكن للاسف بعض الشخصيات اللي تحتقر او ما تبي الناس اللي منقبات، فهم قاعدين يسوون اشياء كثيره قاعده تضايقنا في ذا المكان.